وأجمل حاجة ممكن تطلع بيها من الدنيا صديق مخلص ووفي، صديق يسندك ويدلك ويخلي حياتك كلها نور. لكن صاحبك أو أعز صحابك وأهلك وأكتر حد بيحبك في الدنيا آخره معاك الدنيا وبس. ففكرت في روضتي، إن شاء الله تكون روضة من رياض الجنة. فكرت إني مش عايزة أعيش فيها لوحدي، ومش عايزة أقعد في الضلمة، أنا بخاف من الضلمة. وأكتر حد بيحبني وأكتر حد أنا غالي عليه هيوصلني ويقف على قد ما يقف، لكن هيسيبني ويمشي. فبصراحة بقى فكرت في صاحب جدع ينزل معايا وما يسيبنيش. ما لقيتش غيرك صاحب جدع، ما سبتنيش في الدنيا طول عمري. كنت خايف من اللي جاي، كنت تقول ولا الآخرة خير لك من الأولى. ولما أعدائي كانوا ييجوا عليا ويحاولوا يؤذوني كنت تطمني وتقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولما كنت أسعى وأتعب ويتأخر التوفيق والنجاح كنت تقول إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ولما الدنيا كانت تضيق عليا في بعض الأوقات كنت تأكد لي فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كنت أفرح وأطمن. ولما كنت أتعب من كلام الناس المؤذية اللي بيوجعوا قلبي كنت تطيب خاطري وتقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وقت ما كنت أحس بخنقة بلا سبب وخوف من المجهول كنت تقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لما كنت أتعب ويشتد الابتلاء كنت مرة تقول وبشر الصابرين، ومرة تفرحني وتقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كنت معايا في كل موقف ما سبتنيش، ساعدتني أصبر. مش بس كده، ده انت حليت لي مرارة الابتلاء بجد. أنا ما لقيتش صاحب للعمر زيك، انت الوحيد اللي مش هتسيبني لما يسيبوني ويمشوا في قبري، قصدي روضتي، اللي هتنورها بنورك، ما انت نور وشفاء لما في الصدور، وصاحب جدع هتدخل جوه الكفن وتتكلم مع الملكين يسهلوا سؤالهم ليا. هتكون حاجز بيني وبين النار، أنا مش هشوف نار، نور وبس. نورك انت اللي هينور ظلام الدنيا بالبصيرة وظلام الآخرة، لحد ما توصلني للجنة ونعيمها وأعلى درجاتها. أعلى درجاتها، ما هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يا صاحبي أنا همسك فيك في الدنيا علشان أنت لا سبتني في الدنيا ولا هتسيبني في الآخرة. معاك عمري ما حسيت بالوحدة ولا الضلمة، أنس ونور على نور وبس. وانت كمان خليك مصاحبه، تتعلمه وتتقنه تقراه، ولو ما قدرتش اسمعه وخد منه الرسائل اللي تريح قلبك وتعينك على متاعب الدنيا. ده حتى سماعه نور وبركة ورحمة، ده ربنا اللي قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والأهم إنك تعمل بيه وتمشي على هداه ونوره. اقرأ وتعلم واتقن، لكن خليني أشوف في أخلاقك آية.